ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. فيديو النهارده واخيرا زي ما شفتوا كده من العنوان هنتكلم مع بعض عن روتين تفتيح البشره. وانا عن نفسي بفضل جدا لو حد عايز يفتح مشكله موجوده عنده يعرف يمشي صح ويعرف الروتين اللي هيمشي عليه. لما بتعملوا روتين كامل للمشكله انا شايفه انك بالطريقه دي بتاخدي نتيجه اسرع. عشان كده هتكلم معاكم عن روتين كامل للناس اللي حابه انها تفتح بشرتها. مهم جدا قبل ما تبدأي روتين تفتيح البشرة لازم تعرفي سبب المشكلة الموجودة عندك. هل آثار شمس، تصبغات في البشرة، آثار حبوب، كلف؟ المشكلة عشان كمان نعالج السبب مهم جدا. واهم كمان من انك تعالجي المشكلة تعالجي السبب. ما ينفعش انك تضيعي التصبغ والبقع الموجودة عندك والسبب نفسه لسه موجود، فبالتالي هيطلع لك بقع جديدة وتلاقي نفسك بتلف في نفس الدايرة وفي نفس الوقت مش قادرة انك تطلعي من دايرة ان بشرتك فيها بقع وتصبغ ومش عارفة المشكلة جاية منين. المشكلة جاية انك عالجت المشكلة بس ما عالجتيش السبب. فانا برضو اثناء ما هشرح لكم روتين تفتيح البشرة هقول لكم على الاسباب عشان تختاري السبب اللي عاملك المشكلة دي. وكمان في نقطة تانية مهمة لازم اتكلم عنها، ما ينفعش اعالج مشكلة وادخل في مشكلة تانية. يعني لو حد مثلا عنده اثار حبوب ما ينفعش يستخدم اي نوع كريمات تفتيح للبشرة، لان في انواع ممكن تعملك حبوب فانت بالتالي بتضيعي اثار الحبوب وتعملي لنفسك حبوب تانية والحبوب التانية تطلع لك اثار وبرضه تروحي تلفي في نفس الدايرة، ودي برضه مشكلة تانية بتقعوا فيها. عندها بقع او تصبغ نتيجة الشمس وانهم مش بيستخدموا صن بلوك في حماية كويسة، فبالتالي برضه بيقعوا في نفس المشكلة. بيشتروا كريم تفتيح ويفضلوا يتعرضوا للشمس والشمس تغمق وهم يفتحوا والشمس تغمق وهم يفتحوا وبرضه نلف تاني في نفس الدايرة. كمان اللي عندهم تصبغ او غمقان نتيجة كلف لازم تعرفوا ان المشكلة دي كمان داخليا مش خارجيا بس، فما ينفعش انك تستخدمي حاجات تفتح والمشكلة الداخلية الموجودة عندك لسه موجودة عندك، لان بالتالي هيظهر تاني التصبغ. فبرضو دي نقط تخلوا بالكم منها. وكل الحاجات دي انا مش عايزة الخبطكم، بس كل الحاجات دي هتكلم عليها اثناء الروتين. كده نبدأ بقى في الروتين. هبدأ معاكم في الاساسيات وبعدها هتكلم عن حاجات زيادة لو تقدروا انكم تشتروها تمام، ما تقدروش عادي مش مشكلة. اهم حاجة معانا الاساسيات. واول حاجة اساسية معانا وهو الصن بلوك او السان سكرين. اول حاجة لازم تعرفوا لو عايزين فعلا تفتحوا بشرتكم صح لازم تحموا بشرتكم من الشمس. لكم 3 انواع صن بلوك انا مجرباهم، الحماية بتاعتهم كويسة جدا. الخطوة دي هتفرق مع الناس اللي عندها تصبغ نتيجة الشمس. الناس اللي كمان هتستخدم كريمات او سيرومات للتفتيح قوية لازم تحمي بشرتها كويس من الشمس. اول نوع معانا وهو من ماركة فيتشي دراي تاتش، هنزل لكم صورته هنا. والنوع ده مخصوص للبشرة الدهنية والمختلطة، شايفة البديل الارخص ليه. وفعلا الفورمولا بتاعت الكريم قريبة جدا منه وهو باي بالانس اكني صن، وده بيكون شكله قريبين جدا من بعض. فلو مش عايزة تشتري بايو بالانس هاتي فيتشي دراي تاتش، وده شكل النوع اللي يعتبر يعني بديل ارخص ليه بايو بالانس. والنوع اللي انا بستخدمه اكني صن عشان عندهم كذا نوع، انا جربت بس من عندهم النوع المكتوب عليه اكني صن، النوع المخصوص للبشرة الدهنية والمختلطة اللي فيها حبوب، وده بيكون شكله بالظبط. وانا بشتري العبوتين في عرض بسعر 258. ممكن تشتروا العرض تقسموه مع اي حد فهيكون سعر الصن بلوك 130، فيعتبر سعره رخيص جدا بالنسبة انه بيحمي كويس جدا وبيحمي من اليو في اي واليو في بي وبيحمي كمان من البلو لايت، فده يعتبر سعره رخيص وفي نفس الوقت الجودة بتاعته حلوة جدا. والنوع التالت معانا وهو من ماركة لاروش بوزي دراي تاتش جيل، وكلمتكم عنه قبل كده برضو كويس جدا والحماية بتاعته كويسة جدا وجل وخفيف جدا على البشرة. حاجة معانا اساسية وبتساعد جدا على تفتيح البقع والتصبغ، وفعلا الدراسات اتكلمت عن الموضوع ده انه بيساعد جدا في تفتيح البقع، وبيساعد كمان معاكي لما بتدخليه في الروتين ان البقع اللي بتظهر جديدة بتكون اخف وبتروح بسرعة، وكمان بيشتغل على البقع القديمة. فلما بتدخليه في الروتين بيفرق جدا وبيساعد جدا مع الروتين، وهو سيرام فيتامين سي. واكتر نوع انا حبيته موجود حاليا وهو اوزناتش سيرام فيتامين سي. اوزناتش من انواع السيرام اللي انا حبيتها جدا. اولا التركيز بتاعه 20%، بس للأسف يمكن التركيز بس مكتوب على الاصدار القديم من عندهم. الاصدار الجديد
مش مكتوب او مش محددين التركيز، بس عامة هو المكونات بتاعته كويسة جدا، في فيتامين اي، في جرين تي، في الروز هيب، في الهيرونيك اسيد، المكونات بتاعته كلها حلوة بمعنى الكلمة. ما عنديش اي تعليق على المكونات بصراحة. من انواع السيرم فيتامين سي اللي انا جربتها في مصر، انا اشتريته بسعر 300 جنيه، يعتبر حلو جدا، بيدي مفعول حلو جدا، بيساعد فعلا في تفتيح البقع والتصبغات، بيحمي البشرة من الاكسدة، بتلاحظي معاه ان البقع الجديدة بتكون اخف وبتروح اسرع. فمن الحاجات المهمة اللي لازم تدخليها في الروتين بتاعك لو فعلا عايزة تحافظي على بشرتك من البقع والتصبغات، او تساعدي كمان باقي المنتجات اللي هتستخدميها، المنتجات الاساسيه في التفتيح، سواء هتستخدمي كريم او سيرم. فلما بتدخلي معاه سيرم فيتامين سي، ده كمان بيزود الفعاليه بتاعته. طريقه استخدام سيرم فيتامين سي 3 نقط بالكتير كفايه. واللي متابعني من زمان يعرف ان انا جربت انواع كتير من سيرم فيتامين سي. لو حابين اعمل لكم فيديو عن كل الانواع اللي انا جربتها من سيرم فيتامين سي، اكتبوا لي تحت في التعليقات. في انواع ما كانتش فعاله، في انواع كان فيها كحول بنسبه عاليه، في انواع كان فيها بيرفيوم، في انواع مش محددين نوع الفيتامين سي المستخدم، في انواع كانت بتضرك مش بتفيدك، في انواع كانت بتخليك بتسمري، في انواع كانت بتعمل حبوب ومشاكل. استخدام سيرم فيتامين سي الصبح ولا بالليل، دي اكتر حاجة انتوا بتسألوني عليها ودايما بتحتاروا. عايزة اقول لكم دي حاجة شخصية ترجع لكم انتوا، وهقول لكم ليه. في انواع لازم تخلوا بالكم منها، الشركة كاتبة عليها انكم تستخدموها بالليل فقط، لازم في الحالة دي تستخدموها بالليل بس، لانهم عارفين الصيغة او نوع الحمض اللي مستخدمينه ممكن يكون مش هينفع انكم تستخدموه الصبح. تاني حاجة، في انواع ينفع تستخدميها الصبح وبالليل عادي جدا، بس برضو دي حاجة ترجع لكم انتوا. انواع بشرات ما استحملتش انها تستخدم سيرم فيتامين سي الصبح، وكنت اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده، فدي برضو حاجة ترجع لكم انتوا. مش لازم تستخدموا الحاجة بالظبط زي ما بتقول، ظبطوا الحاجة على حسب بشرتكم. مثلا انا هجرب لو استخدمت سيرم فيتامين سي قبل السان بلوك عشان يعلي السان بلوك ويعلي الفعالية بتاعته ويحمي بشرتي من الأكسدة، والموضوع ده ظبط معايا تمام، مفيش أي مشكلة. لو أنا شخص جربت الموضوع ده وما ظبطش معايا، مش لازم أجبر نفسي إني أستخدمه الصبح وهو مش ظابط مع بشرتي، لا عادي جدا. خلوه مثلا زي ما عملته معاكم في روتين البشرة الساعة 4، وفي بنات كتير بعتت لي إنها ارتاحت فعلا للروتين ده وترتيب المنتجات عشان البشرة ارتاحت أكتر وبقت المنتجات بعيدة عن بعضها. فممكن تجربوه طريقة استخدامه الساعة 4 بعد ما تغسلوا الصن بلوك. نبدأ الساعة 4، ممكن نبدأ بروتين تاني ونبدأ فيه الفيتامين سي، وبعدها بالليل نبدأ في الروتين الليلي. لان انا قسمت معاكم الروتين 3 مراحل، روتين الصبح، روتين الساعة 4، وروتين بالليل، عشان تقدروا تستخدموا كل المنتجات اللي موجودة عندكم. والخطوة اللي معانا بعد كده وهي اقراص الفيتامين سي، زي ما هنظبط خارجيا هنظبط داخليا، خاصة البنات اللي عندها المشكلة دي بتكون داخليا وبشرتها بتتصبغ من اقل حاجة وبتكون بقع وبتكون اثار. يعني انا عن نفسي بشرتي من اقل حاجة بتعمل اثار غامقة. يعني البنات اللي عندها حاليا تصبغ نتيجة كلف، الخطوة دي هتفرق معاكم جدا جدا. والنوع اللي انا بستخدمه كلمتكم كتير عنه قبل كده، ولو حابين نعمل فيديو مخصوص عن كل اقراص الفيتامين سي اللي انا جربتها اكتبولي برضو تحت في التعليقات. النوع ده كويس وسعره كويس واسمه اسكوزينك، والنوع ده انا بحبه عشان فيه فيتامين سي بتركيز كويس وفيه زنك. الزنك اللي موجود معاه بتستفادي بيه كمان للشعر، ومش بس كده، ده الزنك بيساعد الفيتامين سي كمان. كده ندخل بقى على اهم خطوة في الروتين، وهو المنتج اللي انا هستخدمه اللي هيكون اساسي ومهم، اللي هيشتغل على تفتيح البقع او التصبغ الموجودة عندي. وانا في الخطوة دي هرشح لكم كذا حاجة على حسب السبب اللي موجود عندك. لو انا شخص بشرتي دهنية وعندي بقع وغمقان، فهراعي في الحالة دي النوع اللي انا هستخدمه هيكون مش هيسبب لي حبوب، هيكون مخصوص ان يعالج اثار الحبوب وينشف الحبوب نفسها، هيكون كمان المنتج خفيف على البشرة عشان ما يعمل ليش حبوب. الحالة دي اكتر حاجة ممكن انصحكم بيها لو انتي بشرة هتفتحي اثار حبوب، او انتي بشرة برضو عندك بقع وتصبغات بس بشرتك معرضة للحبوب او بتتلكك للحبوب، فخليكي في المقشرات، من اكتر الحاجات اللي هتفتح ومش هتعملك حبوب. اول نوع معانا واقوى حاجة، هبدأ من الاقوى للاقل واختاروا المناسب سعرا ليكم. اول نوع معانا هو من ماركة ذا اوردينري، وكنت عاملة فيديو عنه كامل، روحوا شوفوا الفيديو قبل ما تشتروه عشان تعرفوا كمان مناسب لنوع بشرتكم ولا لأ. وده المقشر الاحمر، بيحتوي على 32% من احماض الفواكه المقشرة،
اقوى حاجه ممكن تجربوها عملته معاكم، ووريتكم كمان الفرق بين قبل وبعد، ووريتكم كمان بيفتح الاثار ازاي وازاي فتحت الاثار، وكل حاجه دي كانت موجوده في الفيديو، انتوا بنفسكم شفتوا النتيجه. فمن الحاجات القويه الفعاله اللي هتستخدميها كمان مره واحده في الاسبوع، مش هتعاني من تقشير وقشور، عشان انا عارفه انكم بتتضايقوا من الموضوع ده، فممكن تدخليها في الروتين بتاعك مره واحده في الاسبوع، وتقدري باقي الايام تستخدمي كل حاجه عادي انت بتستخدميها. الحكايه بس هترطبي بزياده عشان ما ينشفش بشرتك، مش اكتر من كده. عايزين حاجه ارخص ممكن تشتروا بيل كلينك البيلينج سكراب، هنزل لكم صورته هنا. العبوه بتكون نفس شكل العبوه دي، انا عندي التونر حاليا من عندهم، وقريب جدا هعمل لكم فيديو عن كل منتجات بيل كلينك. المقشر بتاعهم في العرض هتشتريه ب175، حاليا صيدلية عابدين عاملة عليه خصم 50%، فيعتبر ارخص من ذا اوردينري، انه مناسب للبنات اللي بشرتها حساسة، فدي برضو حاجة كويسة. هو بصراحة مفعول اقل، هو نسبة التقشير فيه 10%، برضو مش بيعمل تقشير بتشوفيه ولا اي حاجة، هو بيشتغل على البشرة، برضو بيحتوي على احماض مقشرة ونسبتها 10%. على حاجة كمان البيلينج سكراب من بيل كلينك، لو حد عنده الحبوب الصغيرة الدهنية اللي بتكون تحت العين، تقريبا اسمها حبوب الميليا، مش عارفة اسمها صح ولا لأ، حطوها على المكان ده، على فكرة بتضيع الحبوب خالص. تالت حاجة رشحها لكم للبنات اللي ميزانيتها صغيرة جدا وعايزة حاجة رخيصة بس برضو بتجيب نتيجة كويسة، وهو الإكراتين 25%، وده بيكون شكله وسعره مش بيتعدى 20 جنيه أو 25 جنيه تقريبا بالكتير، وتستخدموه مرة لمرتين في الأسبوع بالكثير جدا، لو مش عايزينه يعمل القشور اللي بتضايق في البداية هيعمل لك قشور، بس بعد ما ترطبي والبشرة هتتعود عليه مش هيعمل لك قشور. لو استخدمتيه مرة في الأسبوع مش بيعمل. منتجات التفتيح اللي أنا جربتها القوية جدا وبتجيب نتيجة سريعة جدا، بس أسعارها غالية والكميات كمان بتاعتها صغيرة. أكتر نوع سيرم أنا جربته بيفتح جدا، بيضيع آثار التصبغات في وقت قليل جدا، وهو السيرم من شركة ايزيز، هوريكم شكله. بس ده انا مفضلهوش للبنات اللي عندها بقع في اماكن كبيرة، يعني لو عندك بقع صغيرة ده هيكون حلو معاكي في وقت قصير جدا، هتلاقي اللون راح تقريبا بعد ما بتحطيه تالت او رابع مرة، بتحسي ان اللون بالظبط كأنه بيفتح وبالتدريج بيروح في وقت قصير جدا، وده بيكون شكله. لو عشان عندهم انواع كتير، والعبوة دي 15 ملي، ما تتغروش في شكلها هي صغيرة جدا، مو بالظبط عشان عندهم انواع كتير، اسمه يونيتون فور وايت ادفانسد، فخلوا بالكم بالظبط ده اسمه. تمام كده، ده اسمه بالظبط عشان عندهم انواع كتير، ما ينفعش لاي حد حامل، ما ينفعش لاي حد بيرضع، ما ينفعش لاي حد بشرته حساسة، ما ينفعش لاي حد عنده بقع كبيرة حجمها نفسه كبير. اللي ينفع للناس اللي عندها بقع كبيرة الكريم منه، الكريم ده خلي بالكم مركز جدا مخصوص للبقع الصغيرة، ممكن تشتروا الكريم منه، الكريم منه ممكن تستخدميه عادي على البشرة كلها، او لو عندك بقع كبيرة نفس الاسم، بس الفرق بدل ما ده سيرم التاني كريم. السيرم او الكريم الاتنين ما ينفعوش لاي حد حامل او حد بيرضع او حد بشرته حساسة، لان المنتجات دي قوية جدا، ودي حاجة لازم تخلوا بالكم منها. ما ينفعش تقولولي عايزين اقوى منتج للتفتيح بس انا بشرتي حساسة، فيش الكلام ده. ودايما بنات كتير بتبعتلي على الانستجرام عايزين اقوى منتج للتفتيح، اقوى حاجة انت جربتيها، احنا عايزين نفتح البقع بسرعة، وفي نفس الوقت يقولولي انا بشرتي حساسة، فالاتنين بصراحة ما يركبوش على بعض كده. دي بس الاساسيات في الروتين، لو حابين انكم فعلا تفتحوا بشرتكم صح وفي وقت قصير، وتستخدموا فعلا حاجات فعالة، مش محتاجين اكتر من كده، سان بلوك، سيرم فيتامين سي، اقراص فيتامين سي، منتج للتفتيح يكون مناسب لبشرتي ولحالتي وكل حاجة عشان ما تدخلش في مشاكل. بس كده، ده كان روتين التفتيح، يا رب يكون عجبكم، وخليكم دايما فاكرين مفيش منتج بيعالج مشكلة، بس في روتين ممكن يعالج مشكلة ويحافظ فعلا على بشرتك من البقع والتصبغات وكل حاجة. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا، ولو حابين اعملكم فيديو عن كل منتجات التفتيح اللي انا جربتها، عشان لو حد برضو عايز يشتري حاجة فرنج ارخص اكتبولي تحت في التعليقات، لان في منتجات للتفتيح بصراحة انا جربتها وكنت مجهزة لكم بوكس كامل لمنتجات التفتيح اللي انا جربتها، بس قولولي لو حابين ممكن اصور لكم فيديو واجمع لكم فيه كل منتجات التفتيح اللي انا جربتها، سواء اللي جابت نتيجة او اللي ما جابتش نتيجة. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا، ولو حابين تسألوا عن اي حاجة اكتبولي تحت في التعليقات وانا برد على كل التعليقات. شكرا ليكم.
ومع السلامة.